So, Madam President and Mr. Vice President, Mr. Secretary, and all the others, thank you very much for receiving us, and I'm very curious for your presentation. بدي احكي عن تجربتنا في السفر الى سويسرا. سافرنا انا ونائب الرئيس احمد المدهون قبل تقريبا شهر. كان في هناك مؤتمر بخص حقوق الطفل، واحنا رحنا كممثلين عن طلبه عن طلبه او عن ممثلين عن الشعب الفلسطيني باكمله. واحنا هناك عرفناهم عن البرلمان، وعرفناهم انه احنا كيف اجينا وفي طريقة مين، يعني عن طريق الوكاله اللي هي ساعدتنا في هذه السفريه. كان هناك ناس من جميع انحاء العالم، طلاب، في عائلات من كل المستويات. كان هناك صانعي القرار برضه، يعني مثلا ناس مهمه. برضه زارنا السيد بيير كريمبول، كنا نحكي لهم ان احنا جايين هنا عن طريق الوكاله. كلهم كانوا يحبوا هذا الشيء لانهم بيعرفوا ظروف غزه، ظروفها الصعبه، انها محتله ما بتقدرش تسافر. فهم لما كانوا يعرفوا انه احنا من غزه كانوا كلهم يندهشوا. لما نتفرج على التلفزيون ونشوف شعب امريكا عايش، بنصير نحكي يعني يا لهم ليش احنا يعني مش زيهم. كنت متوقع انه انا مش عمري حطلع من غزه او شيء، او في شيء حد احنا حيسمعنا. اجت حقوق الانسان علمتنا حقوقنا، زادت ثقتي بنفسي، علمتني انه انا لازم اضلني قويه واحارب هذا الصراع. انا بشكركم يعني انه انتم سمعتونا ودعمتونا، كثير بشكركم لانه في لسه حدا يعني مهتم باطفال غزه. بتمنى ان انتم تضلكم سايرين في المسيره ومخلين برنامج حقوق الانسان وبتسمعوا اصواتنا. اطفالا لا نعرف حقوقنا، ولكن البرلمان جعلنا أشخاص جدد نعمل على بناء المجتمع وتطوير خدماته. كنا نعمل دائما على صنع شيء جديد من لا شيء. كنا نواجه التحديات، نواجه الصعوبات، وكان عندنا عزيمة قوية لا تنهزم. The Gaza of tomorrow needs this kind of engagement because you are the future of Gaza.